في واحد بيوصل للريزلت اللي بده اياها مع سبلمنت، وفينا نروح على الجيم نعمل سبور بلا هول كلهم، بس حنضلنا محلنا. السبلمنت هو بارت اساسي من اي شخص رياضي بيتمرن اي نوع رياضه. اذا كان هو عم ياخذ احتياجه الخاص من البروتين والماكروز ما في داعي ياخذ سبلمنت، بس اذا كان عنده تقصير او ما عنده وقت ياكل بحاجه انه ياخذ سبلمنت، ان كان بروتين او نوع ثاني. بيصير له زمان عم يتمرن اساسي انه ياخذ سبلمنت لانه صار بمراحل متقدمه، جسمه بحاجه لاكثر، خصوصا تمرينه بيكون مور ادفانسد، في مور يعني في طاقه زياده عم تنعمل، غير ما يكون واحد بيجنر. بيجنر ما بحاجه انه ياخذ سبلمنت، يتكل بس على التمرين الصح وعلى الاكل الصح. اكيد كل واحد عنده جسمه الخاص فيه، بتفرق بين الشخص للتاني. في ناس بدها تضعف، في ناس بدها تبني عضل، في ناس بدها تطلع وزن، فبتختلف بين جسم للتاني. بهالاساس بياخذ السبلمنت اللي هو بده يوصل للهدف تبعه. في انواع من البروتين، في الجينر، في الواي بروتين، في الايزو. هذا الشيء بيختلف حسب كل واحد هدفه شو. الجينر بيساعدك فيه مور كاربز، الايزو فيه لس كاربز، الواي تو مينتين اكثر، يعني ان بتوين. اذا حدا بده يعمل الجيم، حدا بده يتمرن، حدا بده يجي ينقي سبلمنتس هن الانسب له، ماشي، اول شغله بيجي لهون، بيجي عن شخص مختص، بيجي بيسالني انا بلشت الجيم جديد، انا الى فتره عم بتمرن، بدي بلش اخذ سبلمنت، شو بتنصحني؟ اول شغله بنبلش له بالاساس هن الواي بروتين والكرياتين، انه اول شغله بناء العضل هي البروتين، واحتياجه اليومي من البروتين ما حيكفي من الاكل، فلازم يعوضه من المتممات الغذائيه. عندك واي بروتين، وعندك كرياتين، عندك امينو اسيدز، عندك مالتي فيتامينز، عندك تستوستيرون بوسترز، عندك فات بيرنرز، الانترا ورك اوت، البي سي اي اي، الاي اي اي، هول كلهم لهم دور كثير مهم بالتمرين. هلا نحن بنسال الشخص اول شيء اذا عنده حساسيه على مشتقات الحليب او القمح اللي هن لاكتوز او جلوتين انتولرنس. الانترا ورك اوت سبلمنت بيتاخذ بالتمرين، انه بالتمرين هو بيكون عم بكسر الالياف العضليه وعم تتخزق الالياف العضليه، محافظ على الطاقه تاعته، محافظ على قدره الاستمراريه وعم يبني عضل بنفس الوقت. لازم ينتبه على كذا شغله، وحده منهم هي التايمينج، عمتن عم ياخذ وكيف عم ياخذ وليش عم ياخذ. بالنسبه للفحوصات ما في ضروري، يعني ما شرط يعمل فحوصات دائما، خلص هي مره اذا كان عنده مشاكل كلاوي يفضل ما ياخذ. نحن ما فينا نكمل احتياجنا اليوم من الغذاء اللي بدنا اياه من الاكل، بلس اول شيء اتس فيري اكسبنسيف حيكون، ثاني شيء كثير حيتعذب الانسان هو عم ياكل، سو بيلجا للبروتين، بيلجا للمالتي فيتامينز، ومش كل هالقصص كلها الموجوده هون بالمحل موجوده بالاكل. البري ورك اوت مثل ما بتسمعي كثير بيعمل مشاكل، هذا اللي بيتاخذ قبل التمرين. ففي اشخاص معينه مسموح ياخذوه، شخص اللي بفيق 5:30 الصبح، اللي عنده تمرين بكير، شخص اللي عنده تمرين طول النهار شغل بمكتب وبيجي تعبان، بياخذ من هيدا ضمن دوزات معينه، ومش كل يوم لازم ياخذ منه كمان جسمه ما يعمل ادابتيشن على الفورمولا، كمان ما جسمه يعمل توليرنس عليه. فات بويلر هو غير محبب ان يتاخذ الا للاشخاص اللي عندهم نسبه وزن كثير عاليه، ومش اي شخص فيه ياخذه. يعني اذا حدا عنده ضغط، حدا عنده مشاكل بالقلب، حدا عنده انسوميا، حدا بيعاني من مشاكل بالنوم، ما بياخذ فات بيرنر، لانه هذا الشيء حيأثر عليه زياده. ما دون ال 16 ممنوع استخدام السبلمنتس. شخص ثاني اللي عنده مشاكل بالكلى ممنوع منعا باتا يقرب على نوع سبلمنت. شخص اللي عنده مشاكل بالضغط في قصص معينه ممنوع ياخذها، لان كل شيء بقلبه كافيين ممنوع نقرب عليه. شخص اللي عنده مشاكل بالقلب كمان بقلبه قصص كافيين ممنوع نقرب عليها. الاشخاص اللي بياخذون لامراض نفسيه، يعني في اشخاص عندهم اناروكسيا اللي هو مرض نفسي اللي هي كرمال الاكل، بصيروا ياخذوا فات بيرنر ليضعفوا حالهم زياده، هول نحن ما بنبيعهم، هول نحن الاشخاص ما بنقرب عليهم. الليجل برودكتس كلها اف دي اي ابروفد، وكلها بتفوت على وزاره الصحه، بيتاخذ منها عينات وعلى معهد البحوث وعلى ضوءها نحن نفوت البرودكت لعنا على المحل. النصيحه دونت اكسيد ذا اماونت اوف سبلمنت ذات يور كونسيومينج، لانه ما حتوصل لنتيجه اسرع، نفس النتيجه حتضلها هي ذاتها، بس حتكون عم تحط more tension على your kidneys, more tension على your liver, more tensions على كل your organs. هاي شغلة. شغلة تانية، مجرد ما حس عنده اي عارض صحي بجسمه اللي هو وجع بالكلى، وجع بالبطن، مفروض دغري يوقف السبلمنت ويستشير الشخص يشترى من عنده.